13 و12 ان احنا نبين للعالم ان احنا شعب واعي، شعب فاهم التحديات اللي بتواجه بلده، شعب هيصطف خلف قيادته السياسيه وخلف بلده من اجل ان نعبر من هذا النفق المظلم الى الواحات الرحبه في القادم ان شاء الله. بنقول نعم للرئيس السيسي في استكمال الانجازات اللي هي يعني ضخامتها اكتر كتير ما تم الانفاق عليها. نعم للرئيس السيسي لحماية مصر من الخونة والمنافقين والمتربصين. نعم للرئيس السيسي لشهداء الوطن اللي سالت دمائهم على أرض مصر. نعم للرئيس السيسي لحماية مصر واستقرارها. عايزين نقول الفيلوم وابن سويف عملوا ملحمة في السنابيل، ان محافظة الفيوم تبقى المحافظة ان شاء الله رقم واحد على مستوى الجمهورية. تعهدوني على الكلام ده، تعهدوني على الكلام ده. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اعتبر ان قطاع الزراعة قريب من القطاعات المميزة بعهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. برضه احنا كفيوم كان لينا حظوة في مشاريع الري. احنا من اكتر المحافظات اللي اتعمل فيها اعادة تأهيل الدرع والمسائي وقضت على كتير من مشاكل المية اللي كانت في النهايات. وانا عايز اقول لحضراتكم جميعا من قلب محافظة الفيوم، وهي محافظة من محافظاتنا التاريخية الزراعية. هذه المحافظة هي محافظة ريفية، ونعول كثيرا في الانتخابات الرئاسية على محافظتنا الريفية. من كافة قيادات حزب مستقبل الوطن والأمانة الزراعة المركزية للحزب، وبالتزامن مع رغبة كافة السادة الحضور، نعلن بكل حب وتقدير كامل الدعم المطلق والغير محدود لترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.